كل قواعد الحياة في مصر اختلت. لدينا خلل حقيقي. وزارة الخارجية المصرية الآن هي إسرائيل. هذا الرجل يدق المسمار الأخير في مصر. التعديلات الدستورية الحالية كارثية ولا تحمل معنى غير أن هذا الرجل يدق المسمار الأخير في نحشه. السادات عندما قام بتعديل نص من نصوص دستور 71 اللي هو عدل حرف واحد من مدة رئاسية إلى مددا، يعني عمل ألف كده فغيرت المعنى وغيرت التاريخ. السادات لم يستفيد بهذا التعديل. كذلك التعديل الذي أحدثه مبارك على المادة 76 كي يورث السلطة لابنه لم يستفيد من هذا التعديل، وخرج هو وابنه من السلطة قبل أن يستفيد من هذا التعديل. وأنا بقول لعبد الفتاح السيسي ستخرج قبل أن تستفيد من هذا التعديل، حتى ولو مر هذا التعديل في الاستفتاء الملفق المزور اللي هو هيدعو إليه. السيسي يتساند على أربع أرجل. الأولى هي مواجهة الإرهاب، وقد فشل في مواجهة الإرهاب. الثانية هي أنه النظام القادر على منع الهجرة غير المشروعة عن أوروبا، وهذه قضية تهم الأوروبيين جدا. التساند الثالث أن السيسي تساند على فكرة إعادة الدولة المصرية وهيبة الدولة المصرية، وقد أصبحت الدولة المصرية في وضع مزري، ويعني لن أتحدث عن حوادث القطارات وغيرها وغيرها. صورة مصر في عيون العالم أصبحت صورة ضعيفة وهزيلة. الدعامة الأخيرة هي الإنجاز. تساند أنه رجل الإنجاز وأنه هتشوفوا مصر وأنت نور عينينا، وشفت الأكاذيب التي رددها. الحقيقة شفنا مصر في أصعب أوضاعها، في ظل أن تنكسر الأرجل الأربعة التي تساند عليها مشروع السيسي لن يبقى له إلا الرحيل. التسويق الذي يمارسه نظام السيسي لنفسه الحقيقة ليس من صناعة السيسي. خلينا نكون بشكل واضح، في فترة من الفترات كان من صناعة بعض الدول الإقليمية الخليجية مثل الإمارات والسعودية. الآن الذي يمارس هذا التسويق إسرائيل مباشرة. وكان يعني لدي لقاء مع أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي، زارني هنا فقال لي جملة الحقيقة يعني أوجعتني كثيرا. قال لي وزارة الخارجية المصرية الآن هي إسرائيل وليس وزارة الخارجية في مصر. بداية كوني أبشر بموجة ثانية للربيع العربي، هذا لا يعني بالمرة أن الموجة الثانية هي طبعة طبق الأصل من طبعة الموجة الأولى. بطبيعة الحال هناك يعني مياه جديدة تجري في الحياة. الحديث أن هذه الأنظمة أنظمة مستقرة وأنظمة مدعومة من الغرب، وأنظمة يعني الحقيقة مبارك كان مدعوما من الغرب، بن علي كان مدعوما من الغرب، كثير من الحكام الذين ذهبت بهم الثورات إلى حيث ذهبوا كانوا مدعومين من الغرب. لكن في لحظة معينة بيشعر الغرب أنه لا يستطيع مواجهة إرادة الشعوب، وبالتالي خليني أقول عبارة واضحة ومحددة: في ظل الأنظمة الاستبدادية تشعر دائما حتى آخر ربع ساعة أن الأوضاع مستقرة وأنها تحت السيطرة. في الربع ساعة الأخيرة يبدو لك عكس هذا. هذا ما كنا نشعر به عندما دعونا للثورة في يناير. الحديث والتركيز عن مشكلة النخبة ومشكلة المعارضة، الحقيقة احنا أمام مجتمع مأزوم كله على بعض. يعني كيف تنتظر أن يكون لدينا معارضة مثالية أو نخبة مثالية في مجتمع غير مثالي؟ هات لي هذا المجتمع وأنا أجيب لك النخبة والحياة السياسية الصحيحة لكن الحقيقة ده مش موجود. كل قواعد الحياة في مصر اختلت.
لدينا خلل حقيقي. من قال أن هذا الخلل لا يمتد الحياة الحزبية والسياسية والنخب والقيادات المعارضة؟ طبعا يمتد، لكن هل هو بالصورة التي يصعب أو يستحيل إصلاحها؟ لا، الحقيقة ده كلام غير صحيح. في البداية كان البعض يقول يعني إحنا لن نتبع المعارضة في الخارج، إحنا معارضة في الداخل. أنا أريد أن أراجع قائمة الأسماء، من من هؤلاء الآن ليس رهنا للاعتقال؟ من من هؤلاء الآن يملك أن يقول رأيه؟ عندما خرجنا إحنا لم نخرج بقرارنا، عندما بقينا لم نبقى بقرارنا. أنا واحد من الناس، وهذه التجربة أرجو أن تفهم فهما صحيحا، عندما خرجت يعني كانت رغبتي في العودة خلال أشهر قليل، انتهى جواز سفري فرفضوا تجديد الجواز، فكيف أعود إلى بلدي؟ طيب ده سؤال. السؤال الثاني، هل أنا الذي اخترت الخروج أم أجبرت عليه؟ السؤال الثالث، هل أنا الآن لو عدت إلى مصر أستطيع أن أمارس دوري في التعبير عن رأيي حتى على تويتر؟ الحقيقة مش هيحصل. ليه؟ لأننا أمام حالة قمعية. في الثورات هناك ثلاثة أضلاع مثل المثلث. الضلع الأول هو بيئة الثورة، الضلع الثاني هو لحظة الثورة أو اختيار لحظة الثورة، الضلع الثالث هو ضلع مهم جدا وهو نتائج الثورة. ما كان يسعدني ويجعل هذه النهاية سعيدة هي أن تتحقق نتائج الثورة، أن يشعر الشعب المصري أنه استرد كرامته وحريته ولقمة عيشه وقراره وقدرته في اختيار من يحكمه ومن يمثله. هذه الحالة لم نشعر بها إلا شهور قليلة جدا، انتهت بحالة من حالات السيطرة على عقول الناس من خلال الإعلام، من خلال أجهزة المخابرات. الحقيقة النهاية كانت طبيعية، ومن هنا أعتقد أن النهاية السعيدة هي أن تتحقق استحقاقات الثورة. وأنا شخصيا مش منزعج من تأخر تحقق النتائج، لأن بعض الثورات مثل الثورة الفرنسية وغيرها من الثورات يعني أخذت أكثر من 10 سنوات إلى أن تتحقق نتائجها.